عن طلب شط ما أوردت النيابة، بعض ما أوردت النيابة. ننظر إلى شيء خطير حين تتحدث عن فرض سلوك وثقافات، وكأنها تعتبر المتهمين ما هم جزء من المجتمع، وإنما كأنهم أغراب يعيون عندهم ثقافة بيفرضونها على المجتمع. النيابة أخطأت خطأ جسيم فيما أوردته في مذكرتها، وتجاوزت حدود حق استعمال الحق، بل العبارات وصلت مرحلة التجريح وتوجيه اتجاه اتهامات جزافية لفظية وصفية للمتهمين، ولم يأتي هذا كله سعادة الرئيس في إطار حسن النية حتى نقول والله حق النيابة أنها تترافق. وسوف أتقدم رئيس بمذكرة في نهاية المرافعة تتضمن طلب وفق المادة الفقرة الثانية من مادة 67 من قانون المرافعات المدنية لتنص وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات. جميل، اذا هذا ما طلبت من النيابه، انه شط، طلبت المحكمه ان شط بعض العبارات اللي في اوردتها النيابه. حدثنا عن هذه الجزئيه ابو عمر. يعني انا مع الاسف بالنص ما هي معي الان، خليتها بالسياره يعني موجوده. لا قايل لنا اي في مذكره النيابه حقيقه استخدمت اوصاف او الصقت اوصاف بالمتهمين لا تليق، واعتبرتهم ناس خارجين عن القانون، وأنهم عندهم ثقافة جديدة يريدون فرضها على المجتمع، وأنهم يعني أصحاب مصالح، وبشكل حقيقة أنا كنت حريص أني أقوله بالنص، لكن ما قيل من النيابة أو ما استخدم من النيابة من ألفاظ بحق حتى النواب أن خرجوا من بوابة مجلس الأمة ودخلوا من، يعني شيء لا يوصف. تجاوزت في النيابة في تقديري الشخصي كمحامي حدود حقه في إبداء رأيها، لذلك أنا طلبت من المحكمة شطب هذه العبارات من مذكرة النيابة، لأن من الخطأ ما أدري والله أنا ما قريت الحكم مثل ما قلت لك بالتفصيل، لكن احنا ثبتنا موقف برفضنا لهذه العبارات اللي كشفت في الحقيقة عن شيء من الاندفاع. النيابة العامة هي ممثل للمجتمع، بمعنى تمثل حتى المتهم. يعني النيابة العامة لو وقع في خطأ في الحكم يجب أن تستأنف الحكم لمصلحة المتهم، هي ليست فقط ضد المتهم، هي تمثل المجتمع، وتمثيلها للمجتمع يجب أن يدفعها إلى أن تكون محايدة. جميل. لا أن تتبنى موقفا سياسيا من هذا الطرف أو ذاك. وانت رأيت وانا تبنت موقفا سياسيا حادا. خلنا نتكلم بصريح العبارة ابو عمر. نعم. هل تعتبر ما ورد في اتهامات النيابة هي عنصرية بصريح العبارة؟ شوف، بعض الفقرات في مذكرة النيابة كل اللي اقدر اقوله انها لم يكن من الملائم ان تأتي على لسان النيابة العامة، لان سمعنا هالمفردة كثيرا في اتهامات عنصرية، في اتهامات عنصرية تكررت على مسامعنا هالكلمة. في هذا الاتجاه كنت أتمنى أن تبتعد النيابة ولا تكون طرفا في أي نوع من أنواع الصراع الدائر في المجتمع. لعل النيابة الآن بعد صدور هذا الحكم يعني تستفيد اكتساب الخبرة، أمر زين إيجابي. هذا الحكم يعني في دروس للمحامين، لنا احنا، للنيابة ايضا. فاتمنى ان النيابة العامة، ان الجميع يستفيد، اي، وان النيابة العامة تراجع هذا الحكم وينعكس اثره في قضايا اخرى. يعني هناك لا تنسى، يعني انا باكر عندي قضية ام دولة ايضا لثلاثة من الشباب، يعني هي ما هي نهاية المطاف هذه القضية. فقضايا يعني بعد، انا شخصيا يعني من 15 قضية ام دولة للحراك عندي الان بقى 7 قضايا، فريضين ما خلصنا. لا، الليل طويل.